وراه في الحقيقه كيولي عندك الوقت كثار من اللي يستاهل، والناس اللي خرجوا يقراو بعد على الدار هذه هي احسن حاجه غادي تطرى لكم في حياتكم. غسل الماعن بالنوبه، الجفاف بالنوبه، تجيب البوطه بالنوبه، تقضي بالنوبه، احشومه صاحبي تكون عندك 18 عام وما كديرش سبور وما كتاكلش ماكله صحيه. هاد الخمسة القدرات اللي تكلمت عليهم في القراية هما نفسهم اللي غادي نتكلم عليهم في الحياة، ولكن بشكل آخر. الاستقلالية والاعتماد على النفس كتكتسبها خصوصا إلا خرجتي كتقرا بعيد على داركم، وخصوصا إلا كنتي من النوع اللي فنيان ومعكاز وغير كيتشكى، وحتى فراشك ما كطويهش فاش كتفيق، لا حوايج تصبنهم لا طويهم لا تجمعهم، كاين اللي حتى من الحمام كيوجدوه ليه فاش كيبغي يدوش. عروسة صافي اجمع معنا راسك شويه الشريف. هادشي عاده الوالدين كيكونوا مكلفين به وهذا راه خطا، وحتى داكشي ديال المصالح الاداريه طلع هبط في المقاطعات، عاده الوالدين هما اللي كيكونوا مكلفين به وهذا راه خطا. ما خصش الوالدين يبقاو يديروا هادشي لولادهم، خليو لينا الوليدات يتحكموا مع الوقت. ثانيا القدره على التكيف، الا ما كانش داك التكيف الخايب الله يستر، خصوصا ملي كتكون ساكن مع شي حد كولوكاسيون كتبدا تصبر على شي عادات ما موالفهاش، ولا كنتي مع شي حد ناضي ونتايا مولف الفشوش غادي يقهرك في صحتك. غسل الماعن بالنوبه، الجفاف بالنوبه، تجيب البوطه بالنوبه، تقضي بالنوبه، تما كتبنى الشخصيه ديالك وكتفورما وكتفورماطا وكتقاد. ثالثا لوطوموتيفاسيون، مشى داكشي ديال ماما غطيني وفيقيني سرق زيت غيجيني، واخا كاين اللي كيمشي يقرا في مدينه اخرى وكيبقى والديه يفيقوا في الصباح تعيطوا عليه تقول له تقرا، انه هراء الله يسمح لكم. كيفاش كتولي عندك عقليه الحرب والقتال هي فاش كيطراو لك المشاكل، ما كتبقاش سكنه مزيانه، كيخصك تحول في مصاصات الليل، تقطع لك الضو، دخلت عليك القطره، ما عندكش ماكين الصابون، ساكن بعيد. هاد الظروف هي اللي كتوريك حقيقه الواقع وحقيقه الحياه اللي كتسناك. دابا راك مسؤول غير على راسك، فاش غادي تكبر تكون عندك اسره وليدات عائله الى اخره. خامسا الموسوعيه هي فاش كتولي تفهم بزاف الامور اللي كانوا كيقضيوها لك والديك، تعرف تفهم مع السماصريه، تنيغوسي، تقدا الاصلاحات ديال الدار، تخلص الفاكتوره، تشري الماعن، تمشي للسبيطار بوحدك، تشري الدواء الا كنتي ما مهرليش في الحاله الصحيه. وعلى ديك الحاله الصحيه غادي ندوزو للنقطه الثانيه. دابا بقات لينا غادي نهضروا على احشومه صاحبي تكون عندك 18 عام وما كديرش سبور وما كتاكلش ماكله صحيه. بالنسبه للماكله اللي غادي يبقى يشري غير من الزنقه وغيقول بسلامه لذاك الجهاز الهضمي من دابا، ديك الماكله المعفونه ديال الريستو والسناكات، فاش غدير 40 عام وتوقف على صحتك تلقى عندك لا كبده لا معده لا بونكريا لا والو، وديك الساعه مرحبا بالسكر والطونسيون الله يسر. كاين اللي كيسحب لي هادشي هضره زايده باغي نعمر بها الفيديو وصافي، ولكن خاصكم تعرفوا انه من سبب التخلف ديال المجتمعات كامله هو ان يكون عندك واحد الشعب اللي مريض ومعمر لك السبيطارات وما كيخدم ما كيردم. المهم انا بغيت نوصل هاد المعلومه باش نحيد عليا التقليد، وهذا شي فود كالتشر راه ولات منتشر بزاف لي ريزو سوسيو. استبدوا عدا شويه من داك انستغرام اللي كيبقى يبارطاجيو لكم التصاور ديال هادشي. ومن غير الماكله كاينه الرياضه، اللي عنده الامكانيه يدخل لاصال يدير الفيتنس ولا الميسكيلاسيون، واللي ما عندوش ممكن يجري في الغابه، واللي ما جراش اسيدي غير يتمشى. المهم خاص العضلات ديالك يبقاو يتجدوا باش فاش توقف عليهم على 40 عام تلقاهم باقيين شادين. الرياضه عندها واحد الجانب صحي مهم وعندها جانب اخر نفسي حتى هو مهم. الا كان عندك شي هوايه كتمارسها من الصغر ما تفرطش فيها صاحبي، كمل فيها. كنتي داخل كاراتيه ولا تيكواندو ولا اي حاجه من فنون الحرب، حاول شد فيها الصمت الكحله، شد شي ديبلوم ديال الفيتنس، تقدر تخدم في شي صال في الليل تبدا تدخل مصاريف، حتى البنات الا كانت شي وحده حادقه تقدر تبدا تخدم في الصال تريني بالعيالات وتعاون راسها. هذه راه حتى هي حرفه، من غير الرياضه اللي كيعرف يرسم ولا يصور ولا اللي كتعرف تخيط ولا اي حاجه من الاعمال اليدويه يزيد يتقنها اكثر. تانسبيرو من الجابون ومن كوريا، ممكن الواحد كاع يبدا يصايب شي حاجه اللي يبيعها في لي ريزو سوسيو ديال الديكوراسيون، واخا ما يكونش عندك كاع غرض بالفلوس، كيفاش كتكون عندك شي حاجه كتبغي ديرها بوحدك مع راسك في وقت الفراغ ولا الوقت اللي كتبغي تشد ديك الديبرسيون، المهم كتلقى فين تنفس على راسك. تقدر تكون غير شي امور بسيطه بحال القرايه ديال الروايات، كتابه ولا الاعتناء بالنباتات، ولا كاع تقدر تتعلم شي حاجه جديده اللي ما عمرك ما عرفتي ليها عاد تكتشفها في راسك. في النظر ديالي القرايه راك غادي تقرا غادي تقرا وغادي توصل لشي حاجه غادي توصل لها ان شاء الله وغادي تخدم، ولكن واحد الوقيته غادي يجيك الملل وما غتكرهش تكون كتعرف دير شي حاجه من غير القرايه والخدمه، شي حاجه اللي كديرها انت بكل فرح بلا ما يبززها لك شي واحد. وكاينه نقطه اخرى مهمه اللي درت عليها حلقات بزاف مؤخرا، ماشي بزاف جوج حلقات، هي تعلم اللغات. فرونسي شر لا بد منه في المغرب، ولونجلي مهمه بزاف. بلا ما نزيد نهضر في الموضوع اكثر، راه الحلقات راه دويت فيهم بالتفصيل. واحد الولد دار مبادره زوينه، كريا جروب فيسبوك، انا نخلي لكم في الديسكريبسيون غنحاولوا نحركوه من القدام. حلول راه كاينه، خاص غير النفس تكون حاره. واخر نقطه قبل ما نسالي هذا الفيديو الجميل جيسبر، هو ان المرحله هي اللي ممكن تكتسب فيها عادات صحيه جديده، بحال مثلا الفياق بكري. اللي بغيت يطلع على انستغرام راه كنحط فيه كل صباح ستوري مع اش كنفيق. بغيتو تحفزوا راسكم شويه، هاد الفتره عاوتاني كتزيد تحسن فيها علاقتك مع مولين الدار، خصوصا فاش كتبدا تخبر عليهم بزاف، كيبداو يشوفوا كيفاش كتكبر، كيفاش كتولي مسؤول على راسك، حتى عائلتك كتبدا تتعامل معاهم بطريقه مزيانه، فاش كيجي خوالك كتبدا تناقش معاهم في العلوم وفي الاقتصاد وفي السياسه، خاصك تعمر راسك باش تضربهم على الشعر. واهم حاجه هي المبادئ والاخلاق ديالك، كيفاش ممكن تطور من حسن لاحسن، ولا كيفاش ممكن تكفس من سيء لاسوأ. صلاتك واش غادي تحافظ عليها، ولا الله يستر يتوضروا لك الوراق وتولي متبع غير البلاد تصدق لا دنيا لا اخره. باش ما تفهمونيش غلط ما كنحاولش نعمم في هذا الفيديو، وكنقول ان 100% غيطرى لهم هذا الشيء.
كل واحد التجربه ديالو دائما كاينه حالات خاصه، كاين اللي الظروف ديالو الماديه صعيبه، كاين اللي ما عندوش والديه، كاين اللي ساكن بعيد ما كيشوفش والديه من شهرين لشهرين. الا قراو معكم شي ناس وشفتوهم مقاتلين مع الوقت، تعاونوا معهم ولكن بلا ما تحرجوهم وتحسوهم بالنقص. شي حد ما عندوش مع اللغات حفزوه، دي بريما موتيفيو، هكذا نقدروا نبنيو راسنا كمجتمع. وحيدوا منكم ديك العنصريه والتنمر المساخر، راكم كتبسلو شويه على الناس. انا شمالي، انا جنوبي، انا عراقي، ترجلوا شويه صافي. فوالا هادشي اللي قسم الله في هذا الفيديو. شكرا حيت وصلتي حتى لهاد الدقيقه، وشكرا على الرسائل وعلى التعليقات ديالكم الجميله. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.